السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الطريق للرحلة اليوم مغامرة، زي وقفنا بس نريح شوية يعني الرقاد، لكن المنظر هذا قلت أنا ما يتفوت. طبعا الهواء ما شاء الله ما مخلي أي شيء، برد برد يعني. هاي الغابة تحت، فالمنظر من هنا طبعا روعة جدا جدا جدا، شيء خيالي. ثم أنتم شايفين الحين اني زجاجة ضربتني فريلي ولا شيء، قرصني فريلي ما ادري. مثل ما انتم شايفين المنظر وراي هني، ها الغابات هذه. الحين بحاول اسوي تايم لاب بعد على اساس اني اطلع المنظر كامل، ان شاء الله يطلع ونشوفكم ان شاء الله قريب. المنطقة هاي اسمها عين الجبل، زين خلصت التصوير فيها وان شاء الله ينال اعجابكم، ونشوفكم ان شاء الله في المنطقة الثانية.